انا ممكن اشرح لي وزارة التموين بعد القرارات الاخيرة ورفع سعر الخبز من 5 قروش ل 20 قرش للرغيف، بتقرر صرف 10 كيلو دقيق مدعم ب 30 جنيه لكل مواطن على البطاقة التموينية الخاصة بيه. طب ايه هي بقى تفاصيل الخبر دوت، وايه اللي انا ممكن استفاد منه من خبر زي كده؟ اول حاجة نعرفها ان وزارة التموين بتطرح بدائل عن موضوع غلاء رغيف الخبز من 5 قروش الى 20 قرش. المهم في الموضوع كله يا جماعة ان حصة المواطن هي كده كده زي ما كان بياخدها قبل كده، وهي 5 ارغفة للفرد في اليوم، 5 ارغفة للفرد في اليوم. اهم حاجة ان هم بس ما يلعبوش في الحتة دي وايه ويخفضوا حصة الايه المواطن اللي في اليوم. انتوا قلتوه من 5 قروش ل 20 قرش، طيب التزموا بقى بتحسينه، التزموا بان هو يزودوا وزنه شوية، التزموا بعدم سرقته من المخابز، التزموا حاجة كتير جدا، التزموا كمان بان انتوا ما تخفضوش حصة الفرد من 5 ارغفة لأقل من كده. تعالوا بقى نحسبها ونشوف هم عملوا ايه وازاي، ايه موضوع حسبة 30 جنيه وموضوع 10 كيلو دقيق. دلوقتي الفرد بياخد 5 ارغفة في اليوم في 20 قرش، يعني بجنيه في اليوم، يعني هو في الشهر له ب 30 جنيه خبز في الشهر. ده المواطن بياخد الكلام ده من بطاقة التموين. طيب 30 جنيه بتاعة المواطن دي ممكن لو هو مش عاوز ياخدها عيش ياخدها دقيق، هياخد 10 كيلو دقيق ب 30 جنيه، 10 كيلو دقيق ب 30 جنيه. والمعرفة لمعلومة حضراتكم، الدقيق طبعا اللي ما يعرفش ان كيلو الدقيق بره بيتراوح من 20 ل 25 جنيه للكيلو، يعني قلنا قلنا 20 في 10 ب 200 جنيه، هو هياخدهم ب 30 جنيه لل10 كيلو دقيق. يعني دلوقتي المواطن قدامه اختيارين، الاختيار الاول ان هو ياخد 5 ارغفة يوميا بسعر مدعم وهو جنيه واحد ل5 ارغفة، بدل ما كان بيدفع فيهم ربع جنيه بقى يدفع فيهم جنيه، وده اللي هو الاختيار الاول. طيب الاختيار الثاني ان هو يبقى ليه بجنيه خبز مدعم في اليوم، يعني في الشهر ب 30 جنيه. طيب ايه بقى موضوع ال 10 كيلو دقيق ب 30 جنيه واللي تم الاعلان عنهم عقب غلاء او زيادة سعر رغيف الخبز؟ يعني حضرتك بدل ما هتروح فرن العيش هتروح حضرتك للبقال التمويني، هتاخد مكان العيش اللي هو زي ما قلنا لحضرتك حصة 30 رغيف في الشهر، كل يوم خمس كل يوم لحضرتك ليك حضرتك جنيه في اليوم، يعني 30 جنيه في الشهر اللي هو العيش المدعم، هتاخد بال30 جنيه دولت دقيق، هتاخد بيهم 10 كيلو دقيق، 10 كيلو دقيق لكل فرد، يعني هتدفع في ال10 كيلو 30 جنيه. ففي الحالة دي حضرتك مخير، يا إلا تاخد بالتلاتين جنيه الخبز بتاعك وهو 5 رغيفة كل يوم، يا إلا تاخد بيهم 10 كيلو دقيق لكل فرد بسعر 30 جنيه في الشهر. فبالتالي تكون برضه حضرتك حصلت على نصيبك من الدعم، بدل ما تحصل عليه عيش بتحصل عليه دقيق، وبتبقى انت حر بلغة جديدة تعمله أي حاجة في البيت براحتك خالص. فبدل ما كانت الحكومة بتدي الدقيق دوت للأفران وبتديهولهم بنفس السعر تقريبا حوالي 28 جنيه، ال10 كيلو الفرن بياخدهم بحوالي 28 جنيه. فطبيعي ان زي ما قلنا، وبرضو احنا برضو من هنا من خلال قناتنا قناة شرح لي، مش طالعين ان احنا نقول لحضرتك بلاش العيش خد مكانه دقيق او العكس، لا احنا طالعين بنشرح خبر وبنشرح معلومة اتقالت، فعشان الناس تفهمها كان يجب علينا ان احنا نطلع ونشرح يعني ايه ب 30 جنيه 10 كيلو، وهل الكيلو هو اللي ب 10 ولا 30 كلهم ولا هل الكيلو هو اللي ب 30 ولا ال10 كيلو كلهم ب 30 ولكل فرد ولا البطاقة كلها. عشان كده طلعنا نقول لحضرتك
على المعلومة دي ونشرحها. عارفين طبعا أهالينا زمان كانوا بيخبزوا في البيوت، ربنا يرحمهم يا رب ويسامحهم، كانوا بياخدوا دي دوت ويعملوا بيه أحلى عيش، وطبعا عيش غير اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الأفران أو كده. كان يعني طبخها، قصدي خبزها في البيت للخبز دوت، كانت حاجة جميلة جدا. والعيش بيبقى طالع كده له ريحة جذابة، وساعات بيعملوه حاجة اسمها شواء، بيخبزوه زي الشقة تبقى عاملة زي نص رغيف كده، وبيتعمل بطريقة معينة بحيث انه لو قعد يعني يومين 3 5 10 اكتر اقل ما يجرالوش حاجة، ولا يعني يبوظ او ان هو مثلا ريحته تتغير او كده يعني. فملخص الفيديو يا جماعة، زي ما قلنا الحكومة بعد ما زودت سعر رغيف الخبز من 5 قروش ل20 قرش، عملت ايه؟ قالت المواطن اللي بياخد 5 ارغفة في اليوم بجنيه، يعني بياخد في الشهر ب30 جنيه، احنا هنديله بدل ما ياخد لو هو مستغني عن العيش دوت ان هو ياخد ال20 رغيف، يعني ياخد قصدي الحصة بتاعته كل يوم بجنيه، يعني ب30 جنيه، بدل ما هياخدهم عيش ممكن ياخدهم دقيق. وكمان مش كده وبس، لا ده دقيق هياخد بيهم 10 كيلو، ال30 جنيه ياخد بيهم 10 كيلو، يعني برضو يعتبر مدعوم، لان كده يبقى 30 جنيه و30 جنيه، بدل ما يجيب بيهم خبز يجيب بيهم يدوله بيهم دقيق 10 كيلو، يعني معاك كيلو دقيق واقف ب3 جنيه، 3 جنيه. وهو برضو زي ما قلنا برنج مثلا بتراوح من 20 فما فوق، يعني برضو يعتبر سعر المدعوم 10 كيلو لكل فرد من افراد البطاقة، و يعني ياخدهم زي ما هو بقى، هو يستعملهم زي ما يستعملهم، يخبزهم يعملهم كده. اللي مش حابب يا جماعة، احنا الموضوع مش اجبار، فاللي مش حابب خلاص يخليه زي ما هو وياخد حصته 5 ارغفة حسب ما اعلنوا ان هما مش هيخفضوا عدد الارغفة دي ولا حاجة، فياخد ال5 ارغفة ويحمد ربنا على كده، ويعني يجيب بقى زي ما كنا الاول كانوا بيدوا 3 ايام مع بعض، فكان ممكن ياخد 5 في اليوم، يعني 15 في ال3 ايام، لو بطاقة مثلا 4 افراد في 15 يعني 60، 60 رغيف في 3 ايام ان شاء الله. يعني برضو كل واحد حسب احتياجاته، كل واحد شايف ان هو ممكن يكون شايف ان هو العدد العيش ده والكلام ده، شايف ان هو لو خد ايه هيعرف ان هو يعني يعمله يعني يظبط بيه نفسه، بخلاف ايه موضوع ان هو ياخد بيهم عيش، ياخد بيهم دقيق يعمل بيهم اللي هو عايزه بدل ما ياخد بيهم عيش. كل واحد، وفي حد تاني يقول لك لا انا والله هاخد بيهم خبز زي ما هما عايش يعني، فخلاص دي حرية شخصية، وكل واحد عارف وقادرة في ظروفه هي عاملة ازاي. اللي عاوز ده عارف ان هو هياخده يعني يعمل بيه ايه، واللي مش عايز تاني مش عايز يلاقي يعني يتعب نفسه خلاص يروح ياخد 5 ارغفة بجنيه كل يوم، او في 3 ايام ب5 × 3 = 15 رغيف، بيدفع فلوسهم على اساس ال20 قرش للرغيف زي ما قلنا وخلاص، وبياخدهم ويمشي وخلاص. الطرف التاني اللي هو هيشتري الدقيق دوت ياخد 10 كيلو ب30 جنيه، يعني هو ب30 جنيه، انت برضو حر ولك لك كل الحرية في ان هو يعني ان انت تاخد مستحقاتك من الدعم، سواء هتاخدها هي او حاجات بديلة، انت حر مفيش اجبار على كده. بنعتذر عن الاطالة، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يدعمنا وينورنا ويشرفنا ويشترك في القناة، فعلوا زر الجرس اول اختيار اول اول كل عشان يجيلك كل اشعارات ما نقدمها على قناتنا. وكمان يا ريت ما تنسوناش من خالص دعاكم والضغط على لايك والشير كتير عشان الفيديو بيطفو حالة البحث، وده بتفيد غيرك انه يحصل على الفيديو بسهولة، وبيدعيلك وبتدعمنا كمان، يعني بيتحفزنا ان احنا نستمر كده ونجيب لكم كل ما هو جديد. نعتذر مرة أخرى عن الإطالة، وكان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي، أشوفكم على خير.